عشرات القبائل سقطت على مدينة الحيتاء من قبل الحوثيين. هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران سقطت على البيوت ودمرت البيوت وتركت آثار كارثية لا يمكن أن ننساها، فدمرت أهلكت الحرث والنسل في مدينة الحيتاء، فكم هناك منازل دمرت بأكملها، وهناك قتلى، وهناك نفوق من كثير من الحيوانات، وكثير من الأرواح أزهقت في هذه المدينة التي ما زالت تعاني من خطر هذه القبائل الوحشية التي تنطلق من قبل الحوثيين، هذه العصابة المجرمة. فنسأل الله أن ينقذنا من هذه الميليشيات الحوثية المجرمة.